بسم الله الرحمن الرحيم. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما زال اللقاء موصولا على مائدة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية. نستمع وإياكم إلى علم من أعلام الدعوة الإسلامية بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع، والداعية الإسلامي بالتلفزيون المصري، والمستشار الديني بحقوق الإنسان فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور مدحت طه، والمقيم بكفر الدوار بحيرة. ندعو الله له بالتوفيق والقبول، ولنا بالاستمتاع وحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا ومن الله مأجورا. الحمد لله رب العالمين، بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، قضى ألا تعبدوا إلا إياه، فلا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه، ولا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه، وساقه إلى حجر عدوه فرباه، وجاد عليه بالنعم وأعطاه، فمشى في البحر وما ابتلت قدماه، وأهلك عدوه بالغرق وواراه، خرج يطلب نارا فشرفه الله وناداه إنني أنا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، حمدا لمن نبيه قد بعث فدوخت بعوثه من قد عثى، ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائما إذا بكت، وهزت الغصون أنفاس الصبا، فهيج صبابة لمن صبا، ولمع البرق إذا الغيث وكف، وطاف بالبيت منيب واعتكف، على أجل مرسل وآله وصحبه وتابعي من واله. أما بعد عباد الله، الله أسأل في هذه الساعة المباركة أن يتغمد فقيدنا بواسع رحماته، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، يمن كتابه ويسر حسابه، وجاف الأرض عن جنبيه، وألحقنا به على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بعد، يقول الحق جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الدنيا ظل سائل وحائل حائل، الإنسان يعيش في هذه الدنيا يلهو ويلعب، ولكن اعلم جيدا أن هناك لقاء بين يدي الله رب العالمين، سيسألك الله عز وجل عن الصغير والكبير والعظيم والحقير والفتيل والقطمير،
فإن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب. نسأل الله أن يزيل عنا الهم والغم والكربة. اللهم آمين يا رب العالمين. الموت قادم لا محالة، الموت جاي. سؤال، هل أنت مستعد؟ بس علامة استفهام وعلامة تعجب ونقطة من أول الصف. هل أنت مستعد للقاء الله؟ اسمع، من أحب لقاء الله أحب الله إيه؟ لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لو جاء إليك ملك الموت الآن هل أنت مستعد؟ تخيل، تخيل معايا كده، قاعد في حجرتك وقافل على نفسك الأوضة، الشيشة على إيدك اليمين وعلبة السجاير على إيدك الشمال، تمام؟ تمام. شوف القعدة اللي أنت قاعدها وضعها إيه، هل أنت بتجيب في سيرة الناس ولا لا؟ طائع لوالديك ولا لا؟ ودخل إليك ملك الموت. هتقول له شوية؟ ما فيهاش شوية. هتقول له أخرني ساعة أتوب؟ خلصت. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجال وأعمار. الدرس اللي أنا عايز أوصله، تستعد للقاء الله. تستعد للقاء الله يا أخي. أنت هتعيش في الدنيا كم سنة؟ 50 60 70 80 100 سنة. بس بعد كده ايه؟ بعد كده الموت. انت تعرف، انا عايزك تصلي على النبي. انت تعرف القبر؟ في ناس بتضايق من سيرة القبر شوية. قبر 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 قبر، اهدى يا عم شوية، هات شوية من الجنة ولا حاجة. بس دي حقيقة، حقيقة عارية، من أنكرها فهو راع مع الهمل، مستبدل بالماء الآن أو كان كمن تغدى في المنام. كمهمه فيه السراب يلمح، يدأب فيه القوم حتى يقلحوا، ثم يظلون كأن لم يبرحوا، كأنما أمسوا بحيث أصبحوا. تنكرها ازاي؟ الموت حق على رقاب العباد. الله يعزك، الله يكرمك. الموت حق على رقاب العباد. اوعى تفكر انك بعيد، انت قريب قوي من ربنا، قريب. القبر بينادي عليك كل يوم، يقول لك يا ابن آدم، يا ابن آدم أنا بيت الوحشة، يا ابن آدم أنا بيت الظلمة، يا ابن آدم أنا بيت الدود، يا ابن آدم أنا بيت التراب، يا ابن آدم الآن تسير فوق ظهري وغدا ستكون في بطني. يا جماعة، أبهاتنا راحوا فين يا أخي الله يكرمك؟ أبويا وأبوك راحوا فين؟ أمي وأمك راحت فين؟ الأجيال اللي فاتت راحت فين؟ السلاطين اللي قبلنا راحوا فين؟ الأغنياء اللي قبلنا راحوا فين؟ كل ذهب إلى التراب، وكل سيلقى الله رب العالمين. الدرس استعد للقاء الله. ده اللي أنا عايز أوصله. نظف نفسك الله يكرمك، نظف نفسك، شوف ايه اللي على ظهرك ونظفه. اذا كان اكل اموال اليتامى ظلما نزل، اذا كان اكل حرام سيب، اذا كان بتاكل الربا يا اخي بالله عليك بلاش، اذا كان سب دين ابعد، اذا كانت بنتك ماشيه عريانه لمه استعد للقيد. طب صل على رسول الله، احنا داخلين رمضان، هناخد اول مثال بس كده، اول مثال الكلام يا ما خلص، بس اول مثال عشان ما نطولش. اول مثال، هتدخل شهر رمضان وانت مخصم الناس اللي هناك واللي في النص واللي على اليمين واللي على الشمال. تدخل شهر رمضان وانت مخصم الناس. ما هو اللي جارفني يا عم الشيخ، والله العظيم يزهقني جاري ومبهدلني يا اخي. ده خيرهم الذي يبدأ بالايه،
بالسلام، عد عليه وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، روح له البيت وسامحه. ما احنا بنيجي في رمضان وبنقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو، ايه فاعفو عنا، عايز ربنا يعفو عنك وانت مش بتعفو عن الناس. ما صلى على النبي، اول درس لازم تدخل شهر رمضان وانت مسامح الناس، سامح الدنيا كلها عشان ربنا يقبل منك الصيام. تاني بنت تستعد لاستقبال شهر رمضان بايه؟ بالتوبة الى الله رب العالمين، تتوب لربنا. يا ايها العاصي توب، يا ايها الذي تعصي الله ليل نهار توب، يا تارك الصلاة توب، يا مانع الزكاة توب، يا الذي تأكل أموال اليتامى ظلما توب إلى الله رب العالمين. قبل رمضان توب لربنا. طب أنا عملت خوازيق ياما ومعاصي ياما، لو قلت يا رب ربنا هيتوب عليا، والله هيتوب عليك، بس انت قول يا رب. اذا قال العبد الطائع يا رب، العبد الطائع لما يقول يا رب قال الله عز وجل له لبيك عبدي، واذا قال العبد العاصي يا رب قال الله عز وجل له لبيك 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 عبدي. ارجع له، هتلاقيه بيحبك، والله هتلاقيه بيحبك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عشان نخلص، أول بند تصالح اوعى الخصام، تاني بند قبل رمضان تتوب لربنا، تالت بند يا حبيبي وهنختم بيه، تالت بند تعمله كل راع مسؤول عن رعيته. انت ما تبقاش تصلي في الجامع وبتصلي الفجر والفروض كلها في المسجد وبنتك طلع لبسه محزق وملزق، ما ينفعش تسمع حديث النبي صلى عليه. انت عيالك مسؤولين عنك بالله عليه، ربنا مش هيحاسبك على نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيته. طب حلو، حديث اخطر منه في رواية مسلم، انا لو بنصلي في المسجد وموزع الميراث وظابط نفسي مع ربنا بس انا غش العيال، بنغشهم، بنت بنلبسها مناطيل او بناطيل محزقة، بنت سايبها ماشي على حل شعرها، بتحط برفانات وروائح، لابسه النقاب وعينها بس اللي باينه، بس هدومها من تحت ملزقة، انا كده غشيت عيالي. طب ولما نغشهم؟ اسمع حديث النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية فبات غاشا لهم إلا حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لو سبت عيالك من غير ما تنصحهم بالقرآن وبسنة النبي وتلبسهم اللبس الحلال وتستقبل رمضان بالحجاب، ده ربنا نادى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا رب؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نختم كلامي، لو سبت عيالي من غير ما نلبسهم الحجاب قبل رمضان الصيام هينزل، ولو سبت عيالي وهم يعملوا اللي هم عايزينه وسيبهم في التليفونات والموبايلات ويرسلهم حرام علي. نخاف على عيالي وبناتي ومراتي، مراتي رايحة مشوار، مش راح فين، تعال بس بالراحة مش بالقلق.
مش طلطش ما صدقت. تقول الشيخ قال، انا ما اقولش انت ما تاخدش على مزاج، تقول لها تعالى انت رايحه فين يا حجي؟ طلعه بالليل. طب خدي معاك اي حد اخت تمشي، ما تمشيش لوحدها يا اخي. بنتك رايحة فين يا بابا؟ تعالي يا حبيبتي، المشوار ده غلط، واللبس انت لابساه غلط، حاطة احمر وازرق ليه؟ خصلة من شعرك طالعة ليه؟ طب انا لو سبتهم كأني بنولع والله في بيتي يا جماعة، كأنني بنولع في بيتي. بعضي على بعضي يجرد سيفه، والسهم مني نحو صدري يرسل، النار توقد في خيام عشيرتي، وأنا الذي يا للمصيبة أشعل. ختمت كلامي، تستقبل رمضان اوعى تخاصم حد، تستقبل رمضان انك تتوب لربنا من البلاوي اللي احنا بنعملوها، تستقبل رمضان انك تنظف بيتك من الذنوب والمعايب، ونرتدي الحجاب حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغنا شهر رمضان، قلوا أمين، قل أمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا ثواب ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المتصالحين، اللهم اجعلنا من المتصافين، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، واطرد الشيطان من بيننا. هذا مجمل ما أردت قوله، وأرجو الله ألا أكون ممن تخدع الشمس بطول ظله، أو تغره النفس بكثره وقله، ومن جعل أنفه في قفاه فإنما السوءة أن يفتح. فأقول ما تسمعون، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.